كثير من الجدل أثاره زي ارتدته المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في حفل افتتاح مونديال البرازيل قبل أيام، فكثيرون رأوا في هذا الزي جرأة مبالغ فيها، لكن مصممه اللبناني شربل زوي اعتبر ارتداء جينيفر أحد تصاميمه تحقيقا لحلمه بالعالمية. وأنجز شربل تصاميم عدة لأشهر النجمات في الوطن العربي، كما حازت أزياؤه جوائز كثيرة في مسابقات الموضة العالمية. مصمم الأزياء شربل زوي ينضم إلينا من الكويت. صباح الخير شربل. صباح النور شربل. دعنا نبدأ بالحديث ربما عن الزي الذي قامت بارتدائه المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في حفل افتتاح المونديال، أثار جدلا واسعا وكبيرا ما بين السلبي والإيجابي. حدثنا بداية، كيف بدأ مشوارك مع جينيفر لوبيز في تصميم هذا الزي؟ أوكي، هو من فترة شهر اتصلوا في ستايلست تبع جينيفر لوبيز، كرمال يتعاونوا معي على الاوتفيت اللي عملناه كرمال الورد كاب فيفا، واللي كانت حابه كثير هي شيء مميز ورشحته عندي بالشغل تبعي. وهون بلشنا نشتغل انه شو الالوان لازم تكون. اول شيء انا اقترحت عليها الاخضر على اساس لانه كان البرازيل، فهي كانت متردده انه كانت حابه احمر اما لون لحمه. بعدين لما بعثت لها العينات لشواربسكي تفاجأت، هيك حبت كثير الاخضر، ومن هون بلشنا فيه وخلصناه ب 6 ايام. وبعثنا لها اياه قبل ما تسافر على الورد كاب، وصل لعندها قبل بنهارين بعتقد، والحمد لله كان ظابط الفيتنج وكل شيء عليها. طب هذه ليست المرة الأولى شربل التي يعني تعمل فيها مع جينيفر لوبيز، وكانت لديك أيضا تجارب أخرى مع نجمات إن صح التعبير. صح، هو كان الامريكان ايدول، هو اول شيء اتصلوا فيه كرمال وورلد كاب، بس قد ما حبوا شغلي وشافوه ان لايف طلبوا مني اذا فيني اصمم لها شيء للامريكان ايدول. عملت لها اوتفيت للفاينل كمان، وكمان كان اخذ اصداء كثير قويه. وهون صارت اكثر متحمسه لانه وصل لها الاوتفيت تبع الامريكان ايدول قبل هيداك، فصرت متحمسه اكثر بدها تشوف الوورلد كاب فيفا الاوتفيت تبعها اذا رح يكون بهالتميز بهالجمال. فتفاجأت انه كان احلى كمان، لانه درنا كنا بعدنا عم نشتغل عليه اكثر، لان امريكان ايدول كان بسرعه طلبوه قبل ب 7 ايام، فاخذ معي مثل 5 6 ايام كرمال خلص ودغري بعده بدي اشتغل على لوس انجلوس. طيب شربل، بدي اسالك سؤال وقبله سؤال شوي شخصي لئيم شوي، يعني انا بدي اعرف كيف تعرفت على جينيفر لوبيز، وفيما يخص هذا الزي الاخير في كاس العالم، كثيرون قالوا بانه جينيفر لوبيز فقدت كثير من الوزن، كيف قدرت تطبق الفستان على يعني الفيتنج الجديد تبعها بدون ما تشوفها وتقابلها مباشره؟ اي العالم عم بيقولوا اكثر شيء مش انه جينيفر لوبيز، هي اوريدي جينيفر لوبيز ضعيفه وانا وصلوا لي السايزات تبعها، بس الاوتفيت رسم بطريقه رسم لها جسمها، يعني كان مبين لها تفاصيل رسمنا لها جسمها طلع اكثر اصغر من اللي ايش عينه فيه. كيف يعني هي اوريدي حرام البنت كثير ضعيفه، خصرة صغير وجسمها صغير، بس على طول الشاشه بتبين الشخص اكبر مثلا، هاي فكره عالم بيشوفوها انه منا ضعيفه على التي في، بس هي بالعكس على الطبيعه هاي فكتير ضعيفه، يعني ما فيني اخبرك قديش ضعيفه. فكمان جيلو ذات الشيء، المرأة اللي بيكون عندها فورم مرأة ثانية هيك على طول بيكون جسمها غير على التي في غير على الطبيعة يعني. طيب شربل، السؤال يعني هو انه كيف يستطيع مصمم الازياء العربي الوصول الى هذه النجمات العالميه؟ تحدث عن لوبيز، يعني انت كيف في مشوارك وصلت للتفصيل والتصاميم للوبيز وغيرها؟ صح، هلا كيف بيوصلون العرب؟ عاده بيكون عندهم بي ار، بيكون عندهم عالم عم تسعى لهم لهالشيء، بس بالكيس تبعي جيلو وصلت له،
بالصدفة انه استعبت مرة كانت الفنانة هيفا وهبي، والاكس تبعها لتشيل ونزل عنده بالانستغرام صورته مع هيفا، فالستايلز فاتوا يشوفوا مين هيفا وهبي، وبهالوقت كانت هيفا لما فاتوا على الرقم تبعها منزلة صورة لإلي، ففاتوا لعندي شافوا اجزاء وانعجبوا فيها وبعتوا لي اياها، وانا كنت بذاك الوقت يعني كنت عم بشتغل للفنانة العالمية طب بيونسي شربل، للصور شكرا تبعها. للأسف، شكرا شكرا لك شربل، سنكتفي بهذا القدر. كان معنا من الكويت مصمم الأزياء شربل زوي، شكرا جزيلا لك.